اعود الى اجواء التحليل مع رفيق صيفي وعزيز بن نيش. نبدا برفيق والاداء المختلف تماما لفريق وفاق سطيف عن مباراه حوريه. حوريه يفوز فريق وفاق سطيف على حوريه في ملعبه واليوم هنا يخسر في ميدانه ولم يقدم العرض كما انت تحدثت في الشوط الاول المنتظر بشكل كبير. لماذا؟ على كل حال لان كل مباراه عندها عواملها وخصوصيتها. عندما تلعب خارج ديار وتلعب في افريقيا وتلعب متراكم من الوراء وتلعب على المرتدات سهل تغلق المساحات وسهل تدافع وسهل عندما يكون عندك الادوات واللاعبين اللي عندهم السرعه والمهارات الفنيه وفي اخراج الكره بلمسه واحده ولمسه اثنين تصنع الفرق وتصنع الهدف، وهذا اللي شفناه يعني في المباراه الاولى. هدف صفر كان ممكن تكون النتيجه اكثر. مباراه اليوم مختلفه، مباراه اليوم لازم عليك تبني اللعب، ولعبت امام فريق محترم، امام فريق نوعيه لاعبين عنده الخبره. يعني حتى اليوم الرجاء دافع ولعب على المرتدات تقريبا لم تقبل عخل ترك الكره واللعب ترك الاستحواذ للوفاق اللي كان 63%. انا اليوم عجبني لعب الوفاق، حبيت هذه طريقه لعب في اللعب القصير الوان تو طلب الكره، لاعبين شبان مهارات فنيه عاليه يعني عندهم مستقبل. حتى ولو اليوم الوفاق خسر ولكن عندما تلعب وتبني اللعب تترك مساحات وتقوم باخطاء، لان الهدف الرجاء ونفس الفرصه للمهاجم الكونغولي قبل هذا الهدف، قبل هدف زريدي نفس الفرصه ونفس الخطا، يعني كره في العمق عدم التواصل مع لاعبين المحور كانت فيها تغطيه، يعني تتقدم او تتراجع واللاعب يمشي لك في ظهرك وبلمسه واحده يسجلها. ولكن كانت فيها فرص حتى بعد الهدف، حتى التغييرات لماذا قلنا الشوط الاول يلزم لك راس حربه. عندما تلعب براس حربه شكل الفريق يختلف، خاصه عندك لاعبين على الاطراف، عندك لاعبين في الوسط مثل يعني يعني هي هذه النقطه رفيق هي السبب الرئيسي في عدم تحقيق الوفاق للانتصار اليوم، عدم وجود راس حربه صريح. انت بتقول ان انت معجب باداء الفريق اليوم؟ لا معجب بالاداء وسعيد بهذا الاداء، لكن يعني نقطه راس الحربه هي النقطه الرئيسيه من وجهه نظرك التي هي سبب رئيسي في عدم فوز الوفاق؟ ليس الرئيسيه ولكن نقطه من النقاط، نقطه مهمه يعني كانت ممكن مهمه اكيد خاصه في انهاء الهجمه. الشوط الثاني لو لاحظت في العشر دقائق الاخيره ثلث فرص ثانيه على التسجيل، كرة على العارضة، كرة الذي أنقذها الحارس فخر، وكرة واحدة في وجه لوجه تسديدة كانت هذه هي فرص فوق السطح في الشوط الثاني. هاي فرص، هذه الفرص الأولى مقراني متراني. هذه الأول عندما يكون عندك رأس حربة ويكون عندك العرضيات وأنت عندك لاعبين يصنعوا لك الفارق على الأطراف. تتكلم على طب من رأس الحربة اللي كان المفروض يكون متواجد في التشكيلة اليوم؟ من هو راس الحربة اللي المفروض يتواجد؟ متراني كراس حربة صريح في غياب بن عيالة. متراني هو اللي يلعب، ولكن متراني عائد من إصابة يعني. حتى ولو عائد من إصابة أبدأ به ساعة لعب وطلعوا، وفيه لعبة فيه درفلو الشاب اللي جاي مستقبل الفريق. عندك يعني يعني ممكن يلعب بالاثنين متراني ودرفلو، ممكن واحد يبدأ واحد يخلص، لأن عندك مباراة أنت تسير مباراة، عندك بلون بي بلون اي، يعني البلون اي اللي تبدا به والبلون بي اللي تخلص به المباراه. يعني شكل المباراه اللي خلص بها او طريقه اللعب اللي خلص بها 4-2-3-1 كانت تكون افضل. تبدا بها بمهاجم تحاول تضغط، خاصه انت من البدايه ضاغط على الرجاء، من البدايه تستحوذ، من البدايه تصنع اللعب على الاطراف. يلزم لك واحد عندما يكون عندك لاعبين يقدروا يصنعوا لك عرضيات ولاعبين مهاريين، لاعب اللي يوصل لك الكره مثل قندوسي في وسط الميدان، جحنيط لاعب هجومي نزعه هجوميه، نتكلم على دغموم مهاري على الاطراف، يعني لاعبين ممكن هادو اللاعبين بوطيش ممكن هادو اللاعبين يعطوك اضافه، ولكن يلزم لك لاعب اللي يخلص وعندك المهاره وعندك الخبره. شوف ثاني مثل جابو كان ممكن ثاني ايضا، لكن جابو تحسه راجع من الاصابه ايضا شارك، لكن شارك بديل. طيب كل هذه الامور مهمه لفريق وفاق سطيف، اداء متميز طبعا، ولكن في النهايه هي خساره بفارق خبرات فريق رجاء. اليوم الرجاء يفوز للمباراه الثانيه على التوالي وبهدف واحد، فاز في المباراه الاولى على مازورو في ميدانه، اليوم يفوز على من؟ وفاق سطيف، فريق في ملعبه، فريق جيد بهدف دون مقابل. هذا دليل على ان هناك فكر تكتيكي مميز من فولموتس ولاعبي فريق الرجاء، ام ماذا تعقيبك على فوز الرجاء اليوم بهذا الشكل المنظم تكتيكيا؟ اظن بان الرجاء اليوم قدم تقريبا 35 دقيقه من افضل ما قدمه مع المدرب فولموتس، صح؟
لكن بعد ذلك تراجع لان كانت هناك بعض التغييرات، ليس هناك بعض الحلول الهجوميه اللي ممكن انه المدرب ممكن انه يعوض لاعب خروج كابونغو يدخل مهاجم، كان ممكن انه يقلل الضغط على الرجاء، لان ضغط الرجاء كان تلقى بعض الهجمات في الدقائق الاخيره من المباراه وكان في غنى عنها. لكن الرجاء تحكم في المباراه في الشوط الثاني رغم ان واستحق الفوز صراحه، لانه لعب لكي يفوز في الشوط الثاني ولعب اكثر تكتيك يا كابتن. لا مش تكتيك، لعب باكثر نيه للفوز، الوصول بسرعه الى المرمى وهذا مهم جدا. طيب هذا غير التكتيك. شوف صحيح تكتيك، ولكن تكتيك يعني هو ترك الاستحواذ لفريقه فقط ولعب على المساحات. احمد لكن تكتيك، هل تكتيك في العشر دقائق المباراه وتلقيت ثلاثه ديال الفرص كان ممكن يسجلوا عليك لولا الحارس لولا القائم. التغييرات كانت غير موفقه. يعني انت ترى ان التبديلات في الموتس غير موفقه، خصوصا تغيير خروج كابونغو. اذا ما عندكش مهاجم خلي كابونغو على الاقل يخافوا منه المدافعين وما يصعدوش، لانك انت في الاخير تراجعت وكان ممكن يكون ادي ثمن الرجاء غالي، لان تحكم الرجاء في المباراه. شوف تحكم في الشوط الثاني، لعب صحيح ان 37% من الاستحواذ، ولكن الاستحواذ لم يكن هو من يربح ويكسب المباراه. العكس، كيف وصلت؟ استغلت الرجاء، استغل النسبة القليلة للاستحواذ بالوصول بسرعة إلى المرمى، وهذا مهم جدا. لذلك فهو شوط مميز للرجاء، والرجاء ممكن أنه يتحسن في لما يرجع نقومة، لما يرجعوا بعض اللاعبين اللي ممكن يعطوا حلول هجومية أيضا. اليوم زريدة اللي أصلا هو كظهير أيمن يلعب ظهير أيمن، يلعب وسط ميدان، يلعب كجناح أيسر، قدم مستوى رائع وهدف مميز سجل اليوم. لذلك فالرجاء اليوم هناك ايجابيات كثيره، وهناك ايضا بعض السلبيات اللي ممكن ان يتنبأ لهم المدرب، لان خصوصا في العشر دقائق الاخيره التراجع، التغييرات، اللعب بدون مهاجم خلى وفاق الصيف انه يتقدم ايضا وانه يخلق بعض الفرص. تمام.